وبنصبح على حضراتكم مرة تانية وجولة مفصلة في أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. وخلونا طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة؟ وبالنسبة كمان للرياح والأتربة، يا ترى في رياح وأتربة؟ وكمان أنا كنت بطمن زمايلي إن الجو بالليل هيكون كويس، فطمنينا وقولي لنا الأخبار إيه. هو بالفعل احنا اليوم لسه مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة. يمكن احنا امس واليوم في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في اغلب انحاء الجمهورية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 36 درجة مئوية، المناطق الجنوبية جنوب الصعيد توصل ل 44 درجة مئوية، لان احنا بنتأثر بكتل هوائية صحراوية بتؤدي لارتفاع درجات الحرارة، والاجواء شديدة الحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد، فيما عدا بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه الاجواء عليها تنخفض وتكون اجواء مائله للحراره. ده فترات النهار مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس، لكن مع غياب اشعه الشمس وصلنا في فترات الليل هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره. الاجواء هتكون اجواء رباعيه تماما ومعتدله في اغلب الانحاء، وخاصه كمان في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لان الفتره دي اللي بنسجل فيها اقل درجه حراره على مدار فترات الليل كلها، فبالتالي بنحس الاجواء اكثر اعتدالا واكثر لطفا فترات الليل. بالاضافه كمان ان احنا متوقع اليوم يكون في نشاط لرياح في المناطق الشماليه، يعني السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى غير مثير لاي رمال واتربه، ما فيش اي اتربه ورمال مصارع اليوم، فبالتالي نشاط رياح ده فترات المساء وساعات الليل هيخلينا نحس اكثر ان في انخفاض في درجات الحراره وفي اعتدال في الاجواء. لكن مهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، لان التعرض لاشعه الشمس هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، وجود نسب رطوبه في الجو هتخلينا كمان نحس ان درجات الحراره مرتفعه، فناخد بالنا من التعرض لاشعه الشمس المباشره. طبعا متوقع ان شاء الله من غدا نبدا نتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فتعود مره اخرى درجات الحراره لمعدلاتها الطبيعيه مثل هذا الوقت من العام، وده هيكمل معنا من الحد حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله. متوسط عظمى على القاهره الكبرى ما بين 34 ل 32 درجه مئويه فتره النهار، وطبعا فترات الليل هتكون معتدله، مفيش اي تقلبات جويه ان شاء الله متوقعه بشكل كبير لحد نهايه هذا الاسبوع، فقط هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق الساحليه، لكن دي هتخلينا نحس اكثر من اجواء ربيعيه منتعشه بالظبط، ما فيهاش اي قلق ولا اي تقلبات جويه. لكن دايما النصايح بتاعتنا في الفتره دي من السنه مهم جدا فترات الظهيره، لو انا موجود في الشارع لازم اتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. نبقى موجودين دايما في اماكن جيده التهويه، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا في الفتره دي، لان خلاص يعني احنا بنقترب من الاجواء الصيفيه ان شاء الله مع نهايه الاسبوع ده هيكون بدايه فصل الصيف، تدريجي هنبدا نشوف الاجواء الصيفيه اكتر، ارتفاع درجات الحراره مش هتبقى فصل الصيف او ارتفاع نسب الرطوبه. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة العظمى 36 والصغرى 23 والعاصمة الإدارية 36 24، الإسكندرية 27 21، أيضا العلمين الجديدة 27 21، في مطروح العظمى 28 والصغرى 20، أما في دمياط فالعظمى 34 والصغرى 24، بورسعيد 29 22 والإسماعيلية 37 23. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 36 والصغرى 25، في العريش 30 20، كاترين 34 14، طابا 36 24، حلايب 35 28، شلاتين 38 26، شرم الشيخ 40 29، والغردقة 40 28. في الفيوم العظمى 37 والصغرى 27، اما في بني سويف فالعظمى 39 والصغرى 27، الوادي الجديد درجه الحراره عاليه شويه 45 العظمى والصغرى 26، وفي اسيوط 42 27، سوهاج 43 29، وقنا 43 30، الاقصر 44 31، واسوان ايضا 44 31.
خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، دلوقتي هنرجع تاني لمنة والمصطفى عشان نتعرف على المزيد كتير وعندنا متابعات كتير النهارده. عودة ليكم منا ومصطفى. شكرا ليك يا هاله.